اليوم 14 فبراير، عيد حب وثلج وسعادة وحظر وقاعدين بالبيت دفيانين. اخترت لكم هذا الباترون اليوم اللي بكل لحظة كنت عم بطرزه كنت بشعر بسعادة كبيرة من جماله. مثل العادة تطريز الكروستيتش مو بهالتعقيد اللي كتير صبايا بيتخيلوه. اليوم ما رح احكي كتير عن الباترون بحد ذاته، لأنه حكينا كتير معلومات مهمة بفيديو المستوى المبتدئ والمستوى المتوسط، بتقدروا ترجعوا للفيديوهات السابقة. اليوم رح أحكي عن تفاصيل مهمة بلمسة صغيرة منها بتوضح جمال القطعة. لاحظوا باتروني بعد ما عملت الكروس ستيتشز ما حسيت فيه روح وملامحه مو واضحة، لأني عملت مرحلة واحدة بس من مراحل الباترون واللي هي الكروس ستيتش. أما المرحلة الثانية اللي أنا ما جبتها من عندي، هي أساسا موجودة في الباترون، غرزة باك ستيتش اللي رح استخدمها للتحديد واللي كلنا بنعرفها من التطريز الحر. للتحديد بستخدم من الخيط فتلة واحدة بس، ما بدي الخيط سميك، أنا بس بدي أحدد اللوحة وأعطيها ملامح ناعمة. عيني بتكون على الباترون بالوقت اللي أنا عم بطرز فيه، لأنه انحراف بسيط في الباك ستيتش حتى لو غرزة واحدة راح تأثر على شكل اللوحة. بدنا نحكي عن نقطة تانية مهمة كتير، بعض الباترونات بتحتوي على جزئية فيها لون أبيض. إذا كنتي عم بتطرزي على قماش أبيض وكنتي عم بتفكري تستغني عن تطريز اللون الأبيض، إنه برأيك ما رح يبين باللوحة، فحابة أنصحك ما تستغني عن أي لون موجود بالباترون حتى لو كان غرزة واحدة، لأنه هاي الغرزة الواحدة هي اللي رح تعطي التأثير الكامل للوحة. لما بيكون في عنا مساحة كبيرة من لون واحد بنقدر نطرزها XX، وبنقدر نطرزها كمان half stitch half stitch لنهاية السطر، وإحنا راجعين بنعمل half stitch من الجهة الثانية لنكمل الغرزة. سؤال دائما بينسأل، من وين أبدأ تطريز الباترون حتى يطلع معي بالمكان الصحيح؟ أحد الطرق بتقولك اتني القطعة من المنتصف حتى تطلعي مركز القطعة، ومركز هاي القطعة هو نفسه مركز الباترون، وهيك انت ضمنتي انه الباترون راح يجي بالمنتصف بالضبط. ممكن تستخدمي تحديد المربعات اللي استخدمناه في المستوى المبتدئ حتى تحددي المكان اللي بدك تطرزي فيه. آخر معلومة بدنا نحكي عنها، كيف بنكبر مقاس الباترون الجاهز. إما أنه نستخدم قماش مقاسه أكبر، يعني كاونت أكبر من المقترح بالباترون، أو بنكبر الغرزة نفسها لكن بدنا تركيز أكبر حتى لا نخربط بالعد. هاي الصورة لغرزة عادية كروس عادي، ولكن هاي الصورة لغرزة مكبرة على نفس قماش الغرزة اللي بالصورة السابقة. بدل ما عملناها على غرزة واحدة عملناها على 4 غرز، غرزتين بالطول غرزتين بالعرض. هيك راح تلاحظوا اختلاف الحجم اللي نتج عن هاي الطريقة. بهذا الفيديو بيكون انتهينا من جميع المعلومات المهمة والخاصة بتعليم فن كروستيتش. بالتوفيق للجميع وكل عام وانتم بخير. سماء طافش.